السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. كشفت منظمة ريتش الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية في تقرير جديد لها عن تنقلات وأوضاع العوائل النازحة في العراق بأن 15% فقط من تعداد النازحين المحليين في العراق يعيشون داخل المخيمات ومعسكرات النزوح الرسمية، أما الغالبية العظمى المتبقية من النازحين فيعيشون في مناطق سكن خارج المخيمات من ضمنها مواقع غير رسمية، مبينة أن 96% من هذه العوائل لا تبدي رغبة بالعودة لمناطقها الأصلية خلال السنة المقبلة على الأقل. ذكرت المنظمة في تقريرها الذي نشر تحت عنوان نوايا العوائل النازحة خارج المخيمات بالتحرك وترجمته المدى أن الغالبية العظمى لتلك العوائل لا تفكر بالعودة والانتقال لمناطقها الأصلية، وبلغت نسبتها 96%. واشتملت الأسباب الرئيسة لرفض العودة التي استطلعتها المنظمة من تلك العوائل على الافتقار إلى خيارات المعيشة في مناطقهم الأصلية وكذلك بيوتهم المتضررة والمحطمة، فضلاً عن مشاعر الخوف والقلق النفسي الذي سيرافق عودتهم لمناطقهم، بالإضافة إلى افتقارهم إلى الإمكانيات المالية التي تمكنهم من العودة لمناطقهم الأصلية. وكانت غالبية تلك العوائل النازحة التي تعيش خارج المخيمات تعود أصولها إلى محافظة ديالى، وشكلت نسبتهم 98%، ومن محافظة صلاح الدين، وشكلت نسبتهم 97%، ومحافظة نينوى والأنبار، وشكلت نسبتهم 95% لكلا المحافظتين. ويشير التقرير إلى أنه لحد تاريخ كانون الأول 2022 فإنه ما يزال هناك 1,168,619 شخصا يعيشون حالة نزوح داخلي في البلد، وأن معدل العودة بين النازحين لمناطقهم الأصلية ما يزال متدنيا. يقول الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقال له حول الأخطاء القاتلة للدبلوماسيين العراقيين في مراجعة سريعة لمسيرة الدبلوماسية العراقية في السنوات العشرين المنصرمة، تعطينا شواهد ودلالات على عكس ما تقوله هذه النظرية. فمنذ خضعت الوظائف الدبلوماسية وخاصة المواقع المتقدمة للمحاصصة الطائفية والحزبية، امتلأت وزارة الخارجية بجيش من الأقارب والأعوان والمريدين ممن لا يمتلكون ما يؤهلهم لإشغال وظائف من هذا النوع. قد كانت الحصيلة فضائح ومساخر أثارت الشفقة على وضع العراق في المحافل الدولية وأساءت إلى سمعته. يكفي أن نذكر ما سمعناه من فضائح في عام واحد فقط، وما خفي كان أعظم. القائم بالأعمال في لندن باع بطاقات دعوة موجهة من القصر الملكي إلى السفارة مقابل مبالغ مالية، والسفير في بيروت أخذ ضيوفاً شخصيين له في زيارة لموقع سياحي على الحدود مع سوريا، وفي غمرة احتفائه بهم أطلق قاذفة تربيجي مسبباً حالة ترويع وهلع لدى السكان القريبين. والسفير في عمان قام حفلاً تكريمياً لمطرب لبناني اشتمل على مشاهد غير لائقة لزوجة السفير مع المطرب. والآخر وليس الأخير، القائم بالأعمال في المنامة الذي تصرف تصرفاً مستهجناً مع ملك البحرين في أثناء حفل إفطار أقامه الملك، وسبق له أكثر من مرة أن ارتكب ما يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، حيث كان قد أجرى اتصالات مع جهات بحرينية معارضة وتردد أنه نقل إليها رسائل من ميليشيا عراقية. ماذا بعد هذا؟ لا شيء طبعا، سوى أن وزارة الخارجية استدعت هؤلاء السفراء إلى مركز الوزارة، وفي كل مرة كانت تعمد بعد أن تهدأ العاصفة إلى نقل السفير المقصود إلى بلد آخر لسبب بسيط،
امتلاكه حصانة لا تتيح محاسبته عما يرتكبه من خطايا. حول التطاولات التي تريد النيل من العراق وتاريخه من بعض الدول، يقول الكاتب أمير المفرجي: كثيرة هي التجاوزات التي تتعمد التطاول على العراق وحضارته، وتهدف إلى التشكيك في تاريخ وجوده كأول نظام سياسي وحضاري عرفته البشرية والأمم. وعديدة هي التطاولات التي تتعمد الإساءة إلى أهل العراق وقيمهم الاجتماعية منذ أن أدخلت عملية غزو العراق هذا البلد في النفق المظلم، وجندت طاقاتها لفرض نظام سياسي ضعيف لا يعكس الجانب المشرق لبلاد الرافدين ونخبتها الكفؤة. ويعبر في الوقت نفسه عن حالة الضعف الذي تمثله الدولة العراقية في مجالات الحقوق السيادية وحماية سمعة المجتمع وحدود قدرتها في الدفاع عن البلد وأهله من هذه التجاوزات على شرعيته والتطاول على سمعة المواطن العراقي وحقيقة تميزه الاجتماعي والحضاري في المنطقة والعالم. من تابع تطورات مشهد أزمة المسلسل الرمضاني الكويتي الذي تعمد الإساءة إلى مكانة المرأة العراقية وسمعة الرجل العراقي يفهم بوضوح مدى حجم الإساءة المتعمدة التي تتعرض لها الكفاءات العراقية والتشكيك في موقعها المميز والدرجة الرفيعة التي وصلت إليها. وبشهادات الدول والمجتمعات المتقدمة في العالم لا يمكن أن يكون حق التعبير عن حرية الرأي في بعض القنوات الفضائية مفتاحاً للإساءة إلى تاريخ العراق والافتراء على مجتمعه أو التعدي على سمعة نسائه ورجاله. ومن تابع أيضاً تطورات المشهد السياسي العراقي الجديد منذ 2003 لم يجد صعوبة في الاستماع والقراءة بين الحين والآخر لتصريحات الزعماء الإيرانيين فيما يتعلق بنفوذ الإمبراطورية الفارسية في العراق، مشاهدة صورهم على الجدران في شوارع المدن العراقية. نشرت صحيفة لاكوال الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن المخاوف التي أثارها قرار مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأحد على إقامة حرس وطني خاضع لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. أقلت الصحيفة في تقريرها إن المعارضين يخشون تحول هذه الوحدة إلى ميليشيات خاصة تخضع لأوامر الزعيم القومي المتطرف الذي يضع فلسطيني 1948 في مرمى نيرانه. وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة إنشاء الحرس الوطني طرحت في أيار مايو سنة 2021 في أعقاب حرب إسرائيل على غزة، مدفوعة برغبة اليمين بشقيه المعتدل والمتطرف تأمين المدن الإسرائيلية في حال حشد الجيش على الحدود بعد أن قضت حركة التضامن بين فلسطيني 48 والضفة الغربية المحتلة وغزة بعد أن قضت مضاجعهم. هذا الإعلان أثار موجة من الغضب في إسرائيل، حيث عبر المعارضون عن خوفهم من تحول الوحدة إلى ميليشيات خاصة لوزير الأمن القومي الذي يعرف بمواقفه المعادية للفلسطينيين، علما بأنه وجهت له اتهامات في وقت سابق بالتحريض على العنف وبث خطاب الكراهية، وتمت إدانته في سنة 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية. قائد شرطة الاحتلال السابق موشي غرادي أعرب عن قلقه من إمكانية استخدام بن غفير الحرس الوطني لإثارة انقلاب، مشيرا إلى أن إرسال الوزير فيلقه الثوري لتفريق الاحتجاجات في الوقت الذي تتواجد فيه شرطة الاحتلال يهدد بوقوع تصادم بين قوتين من الشرطة. الهدف من إنشاء الحرس الوطني هو العمل في المدن المختلطة، وهو موجه في المقام الأول ضد فلسطيني 48، وعليه فإن قيادة بن غفير لهذه الوحدة فيها انتهاك واضح لحقوق الفلسطينيين. وتحت عنوان الإسلاموفوبيا السم الذي تصر أوروبا على تجرعه، نقرأ مقالا لسليمان صالح نشره موقع الجزيرة نت.
يقول الكاتب: وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كراهية الإسلام الإسلاموفوبيا بأنها سم، وفسر انتشارها بعودة القومية الإثنية وأيديولوجيات النازيين الجدد الذين يتشدقون بتفوق العرق الأبيض، وقال: إن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليار نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيرا إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة، لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصبا وتحيزا لا لسبب سوى عقيدتهم. ويضيف الكاتب: هناك علاقة قوية بين العنصرية الغربية العرقية التي تتبناها الاتجاهات الشعبوية اليمينية في أوروبا التي تزايدت قوتها في العقدين الأخيرين وانتشار الإسلاموفوبيا. إن كراهية الإسلام سم كما وصفها غوتيريش، لكن أوروبا تصر على أن تتجرعه، وهذا السم سيعطل قدرات الأوروبيين عن البحث عن حلول جديدة لكثير من الأزمات التي أصبحت أوروبا تواجهها، وسيقلل من قدرات الأوروبيين على بناء علاقات مع الأمة الإسلامية التي أصبح عددها يقترب من 2 مليار نسمة. لقد اختارت الاتجاهات اليمينية في أوروبا المسلمين لتصويرهم كعدو بشكل يشبه سلوك النظم الدكتاتورية في تحميل الإسلام السياسي المسؤولية عن الفقر الذي شكلته هذه النظم لشعوبها. انتشار الإسلاموفوبيا أعمى بصيرة الأوروبيين عن رؤية كثير من الحقائق التي يمكن أن تشكل لهم مصدراً للقوة، فالوجود الإسلامي في أوروبا أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، وهو لا يقتصر على المهاجرين، بل أصبح يشمل الكثير من الأوروبيين البيض الذين وجدوا فيه حلولاً للمشكلات التي سببتها لهم الرأسمالية المادية المتوحشة. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إلى صور من اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، حيث أصيب عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق ليلة الثلاثاء والأربعاء عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم. يفترق الأفغان في أشياء كثيرة عرقيا ولغويا وجغرافيا وسياسيا،
لكن الدين يوحدهم. كذلك الأزمات التي تتصدرها الأزمة الاقتصادية وشبح المجاعة الذي يطارد الملايين من السكان، حيث تزامن حلول شهر رمضان المبارك هذا العام مع إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية المنقذة لحياة نحو 4 ملايين شخص إلى النصف، معربا عن مخاوفه من قطع المساعدات نظرا لضعف التمويل. رمضان هذا العام هو الثاني منذ الانسحاب الأمريكي واستيلاء حركة طالبان على السلطة، فرغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أفغانستان في ظل حكومة طالبان التي لم يعترف بها أي من دول العالم بعد وتشكو فرض عقوبات عليها، لا تختفي مظاهر التكافل مثل موائد الإفطار الجماعية. ويقول مسؤول في طالبان: الآن نحن نؤدي واجبنا الإسلامي معا في أرض إسلامية وفي ظل نظام إسلامي. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مظاهرات غاضبة يتخللها مواجهات حادة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال، قد تدفعك للتساؤل ما الذي يحدث داخل الاحتلال، وما هي خطة الإصلاح القضائية التي دفعت بنزول أكثر من 250,000 متظاهر في الشوارع. خطة إصلاح القضاء. بدأ الدور الأول للأزمة بإعلان حكومة الاحتلال تنفيذ ما يسمى إصلاحات في الجهاز القضائي، ما تسبب بمعارضة واسعة واحتجاجات غاضبة رافضة لها، إذ يصفها رافضوها بالانقلاب على الديمقراطية. الأمر لم يتوقف حد التظاهر، إذ دفعت خطة إصلاح القضاء عشرات الضباط وجنود الاحتلال لإعلان رفضهم أداء الخدمة العسكرية. فمن شأن هذه التعديلات الحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الكيان، بحيث تصبح السلطة القضائية في يد حكومة الاحتلال بعد أن تمكنت بالفعل من السيطرة على السلطة التنفيذية عند الإعلان عن الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، إلى جانب سيطرتها على السلطة التشريعية نظراً لأغلبيتها البرلمانية. التشريعات التي تدفع بها الحكومة تشمل 4 بنود هي: الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، سيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، إلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، تحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين، عزل وزير الحرب. اشتد وطيس الأزمة داخل الكيان بعد أن ظهرت ملامح الانقسام داخل الحكومة، وذلك بمجاهرة وزير الحرب يؤاف جالانت بمعارضته لخطة نتنياهو الكثيرة للجدل لإضعاف الجهاز القضائي، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته، ليتسبب قرار الإقالة بإثارة غضب مئات الآلاف من المحتجين في الشوارع. تأجيل التعديلات. الاحتلال في مفترق خطير، هكذا وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأوضاع داخل فلسطين المحتلة على خلفية المظاهرات الحاشدة، ليقرر الأخير تأجيل النظر في التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل، إذ سيطرح مشروع القانون في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل إقرار التعديل من خلال الحوار. ولكن قبل تأجيل التعديلات كان لابد من إقناع وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير، الذي تحصل على التزام من نتنياهو بتشكيل الحرس الوطني مقابل موافقته على التأجيل. فما هو هذا الكيان الجديد وما أهدافه؟ جزء من قوة حرس الحدود وذراع لجيش الاحتلال،
وفق الخطة سيتحول جزء من هذه الوحدة إلى فيلق للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية، ما سيسمح للشرطة بالتركيز على مهامها الروتينية التقليدية. وتبلغ التكلفة المالية لإنشاء الحرس الوطني نحو 31 مليون دولار، في حين تبلغ الميزانية السنوية لهذا الكيان 17 مليون دولار. ويتألف حرس الحدود من 3 أصناف من القوات، هي القوة النظامية وتضم 8000 مقاتل، والقوة الاحتياطية وتشمل 46 سرية احتياطية تضم 5000 مقاتل، وقوة المتطوعين وتضم 300 شرطي متطوع. ما تعليقكم على الأحداث داخل الكيان؟ وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.